السلام عليكم. كنشكروا القناه ديال الاشواق على التغطيه المباشره. اذا كنتم مع عرض مسرحي اللي هو سوق الكلام اللي قدمته لكم فرقه مينيرفيا للمسرح والثقافه. هذا العرض اللي خدمنا عليه تقريبا واحد الخمس ديال الاشهر متواصله، وكان الهدف ديالو اننا نشتغلوا على واحد المواضيع اجتماعيه، مواضيع عندها علاقه بالفن وعندها علاقه بالاكراهات وبالعراقيل اللي كتواجه الفنانين داخل الحقل الفني، والصعوبات اللي كتواجههم حتى في انجاز الملف الفني والملف القانوني، وعبر واحد الشخصيات وفي واحد القالب اللي هو هزلي مضحك، واللي عبره مررنا مجموعه من الرسائل. وكما كتشوفوا كان حضور ديال الجمهور، وكان واحد التفاعل كبير مع الجمهور ومع الشخصيات، بالاخص مع الشخصيات ديال العرض المسرحي. وكنشكر الرفقاء ديالي في العرض المسرحي واحد واحد على المجهودات اللي بذلوها، والطاقم التقني والطاقم الاداري ايضا. وكنشكر اداره المسرح ديال الحي البرتغالي على هذا الاستقبال، وشكرا للاشواق على هذه التغطيه المباشره، والسلام عليكم. السلام عليكم. كنشكركم كاملين، وكنشكر الجمهور ديال الجديده اللي جا اليوم حضر في مسرح الحي البرتغالي. كانت معكم كنزه الدراز اللي كانت في الدور مادونا. كنشكركم كاملين، وان شاء الله مازال المسرح ديال مينيرفيا مازال يعطي الاكل ديالو.
صراحة الجمهور كان متفاعل معنا بزاف، عجبوا العرض، داكشي اللي كنا كنتمناو. أهم حاجة هو أنه يكون كيصفق علينا ملي نكونوا لاعبين، يكون ضروري كيتجاوب معنا، وهذا هو اللي تحصلت عليه المسرح ديال مينيرفيا، وكان متفاعل مع الدور ديال مادونا. شكرا لكم. شكرا لهذا الجمهور الجميل، الجمهور المدينة الجديدة، شكرا للأشواقع، شكرا للفيدرالية تمازانغون للفرق المسرحية، شكرا للناس القائمين على هذا الفضاء الجميل اللي كنحسوا بواحد الدفء. أنا صراحة كتعجبني اللعب في هذه الخشبة، علاش؟ كنحس بواحد الدفء، واحد الطاقة إيجابية. وبالنسبة للشخصيات اللي لعبت، واحد الشخصيه ديال واحد المراه كبيره كدير الشعر بالفرنسيه، مادلين، ماشي فهمتي، واحد الشخصيه اللي حالمه كدير الشعر. المهم المسائل الاخرى كتبقى النظره ديال المخرج اللي يقدر يهضر لكم عليها. كنهضر على ناريمان، شخصيه جمعويه، باغا دير الشعر، باغا دير كل شيء. حتى هي قدمت قصيده ودفعت له دوسي ديالها حتى هي باش تاخذ فاليداسيون، ومع كامل الاسف ما تفاليدات مادلين. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وشكرا لكاع الناس اللي حضروا وشجعونا، شكرا لكم بزاف. اذا شفتوا معنا هذا العرض، انا اللي عشت كمؤلف لمسرحيه سوق الكلام وكمشخص، كما شفتوا معنا هذا المسرح اللي فيه واحد الرؤيه اخراجيه اللي عندها علاقه بالبيوميكانيك، الحضور الجسدي، كيفاش كيشوفها هو المخرج، ان لابد من بعض اللحظات تكون فيها لعبات، وبعض اللحظات يكون البيوميكانيك. وهو عرض بطبيعه الحال اللي عرض ساخر، عرض كوميدي، ولكن من خلال هاتين التقنيتين اللي شاف فيهم المخرج انهم طريقتين فعالتين باش يقرب الجمهور. وحنا حسينا ان الجمهور اللي هنا اللي جا في مع فيدراليه مازاغان وفي هذا رمضانيه مازاغان بطبيعه الحال، انه حسينا انه تفاعل معنا. وبعد سنوات ديال الوباء بطبيعه الحال، الناس اشتاقوا الكوميديا واشتاقوا لهذا الشيء كامل بطبيعه الحال، اللي كيخلق واحد البهجه والسرور. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.